الجمال ده، ايه الحلاوة شكرا. دي. ازيك يا سما؟ الحمد لله. نعرف بقى السادة المشاهدين اسمك ايه؟ اسمي سما. سما سما وائل. عندك كام سنة؟ 9. 9. بتعزف في الأورج من امتى؟ او بقالي بيانو؟ بقالي 5 شهور. 5 شهور. اشمعنى البيانو؟ يعني انا حبيته، يعني ان الناية كانت ودانا موسيقية، كانت قاعدة بتعزف وانا بقى يعني من غير نوتة، فهي علمتني ازاي ما اعملش من غير نوتة، تمام. فلقيت نفسي ان انا بعمل يعني من غير نوتة وبعرف اعمل وبعزف عادي وجميل. فماما ابتدت اللي هي تعلمني في نادي الغابة مع ميس يعني أميرة انت بدأت بيانو. تروحي بقى تتعلمي يعني. لما حبيت الموضوع من النهاية. فابتديت بقى ايه اعزف، وميس أميرة ابتدت تعلمني اغاني وابتدت تعلمني بالنوتة تمام، بس. حلو قوي. بتعملي ايه تاني بقى يا سام؟ انا عرفت انت كنت بتلعبي جمباز صح؟ سبتي بقى لك قد ايه؟ كتير، يعني حوالي 5 شهور برضو يعني او لما بدأتي 4 كده. البيانو سبتي الجمباز، تفرغتي بقى للبيانو. تلعبي رياضة؟ تلعبي ايه؟ بلعب باسكت بول. باسكت. عشان كده سيبنا الجمباز. الباسكت والبيانو خدوا بقى الوقت كله ومع الدراسة، ولا بنركن شوية أيام الدراسة ونرجع تاني؟ لا ما نركدش. ما بتركنيش حاجة. لا البيانو ساعات بركن شوية. البيانو هو اللي تركن، لكن التمارين بتاعة الباسكت ما ينفعش أصلا. أنت في فريق صح كده؟ لا ما ينفعش، الفريق ده لازم صح؟ على طول 5 أيام في الأسبوع تمارين؟ أنا عارفة كده. ماشي. وإيه تاني يا سبب؟ نعمل إيه تاني؟ مين اللي شجعنا على البيانو غير نناه؟ كريم كريم مين بقى؟ اخوي. أخوك بيلعب حاجة كريم؟ او باسكت برضو. بيلعب باسكت وبيعزف؟ لا وماما بقى اللي بتشجعك ولا بابا في البيت؟ ماما. ماما ماما صعبة بتشجعني، وبابا برضو. وبابا برضو طبعا. طيب بنعمل ايه تاني؟ كنت انا واخويا كنا مع كابتن اشرف في الاستعراض، تمام. ودانا المسرح وقعدنا يعني نعمل استعراضات و ده انتي فنانة شاملة بقى يعني. مش قوي كده. لا فنانة شاملة بقى، بنعزف وبنعمل استعراضات وكنا بنلعب جمباز، ايه الجمال ده؟ كملي. بس بعد ما رحنا المسرح قعدنا نعمل استعراضات انا واخويا، وحضرنا حفلة فيتنام عملنا لهم استعراضات برضو. تمام. احنا برضو عارفين ان انتي بتعملي فيديوهات صح؟ طيب نطلع نشوف فيديو ونرجع نكمل معاكي تاني. نشوف فيديو لسما. انا جيت يا اللي اتغشيت وعليك خشيت فايزه ومنصوره، ما هو اصل قليل الاصل يسيب الاصل وياخد الصوره. انا جيت يا اللي اتغشيت وعليك خشيت فايزه ومنصوره، يا سما الموضوع. وبعدين انتي مكمله في الفيديوهات ولا وقفتيها؟ وقفتها شويه عشان الدراسه. عشان الدراسه، لكن انتي هترجعي تكملي فيها اكيد. اشمعنى شويكار؟ اصل انا بحب اغاني زمان قوي، بعد اعمل عليها استعراضات بالذات نيلي وشريهان، تمام. بعد اسمع الاغاني واحفظها وبعد اعمل زيهم في الفوازير، وبعد يعني بستمتع وانا بعمل استعراض مش بقول لك عليها. فنانه شامله يا سما، تقولي لا انت متواضعه كده. بس بس كده. طيب عملتي فيديوهات لمين تاني؟ لا برضو فؤاد المهندس و فؤاد المهندس وشويكار برضو. بس طيب انت عايز تطلعي ايه يا سما؟ مدرسة. يعني عايزين نكمل مدرسه ايه يا سما؟ عايزين نكمل عزف ولا باسكت ولا الفيديوهات؟
هندخل في تدريس؟ هنسيب الحاجات دي كلها بعد كده؟ لا هنكمل؟ هنخليها هوايه مثلا على جنب؟ اه. عايزه مدرسه ايه؟ عربي. عربي؟ انت بتحبي العربي؟ انت في مدارس عربي؟ لا لغات. مدارس لغات. تمام. اشمعنى العربي؟ لا اصل العربي يعني سهل وممكن يعني اشرحه يعني سريع وحلو يعني. انت جميله ان شاء الله تبقي احلى مدرسه عربي. شكرا. طب قولي لي بقى، تحبي تقولي لمين بقى ان هي هو اللي واقف جنبك؟ نناه ولا ماما ولا بابا ولا كلهم؟ كلهم. طب بتقولي لكل واحد ايه؟ بقول لماما ربنا يخليك لينا، نناه ونناه بقول لها شكرا ان انت علمتني يا بيانو. بابا بقى عشان ما يزعلش، عشان احنا مروحين على البيت برضه. بابا اقول له برضو ربنا يخليه خليني لينا. طيب كريم بقى اخباره ايه؟ بيعمل معاكي فيديوهات؟ اه بيساعدني كمان في الفيديوهات، هو اللي بيصور لي وكده، ساعات بيعمل معايا فيديوهات. لما يعني تعملوا الفيديوهات مع بعض بتصوروها عادي، لكن لما حد فيكم لوحده كل واحد بيصور التاني؟ اه صح كده. اه. عايز تعملي ايه تاني يا سما؟ عايز تعملي ايه في البيانو؟ يعني عايزه تكملي شويه في البيانو لغايه ما تبقي عازفه جنب المدرسه، ولا عايزه تبقي لعبه باسكت اكتر، ولا ايه؟ ثلاثه كله. اها. طيب ايه رايك النهارده نسمع حاجه تانية؟ محضره ايه تاني؟ عمرو دياب نتعلم. عمرو دياب. اتفضلي يا سما. حلوة قوي. تعلمتي ايه تاني؟ يعني هي بتعلمك على نوتة حاجات معينة انت بتكوني حباه فتقولي للمدرسة انا عايزة اتعلم كذا وكذا وكذا، ولا هي بتحط لك حاجات كده معينة تتعلميها؟ لا انا ساعات هي اللي بقول لها، وهي ساعات هي بتعلمني اغني من عندها. طب قولي لي انت لما بتقولي لها، بتقولي لها على القديم ولا على جديد؟ القديم. قديم. انت كل حاجتك قديمة بتحبيها. حلو قوي. زي ايه مثلا؟ قلت نسم علينا الهوا، قلت لها اللي احنا عزفناها من شويه. اه وعامل ازاي بس جديد شويه. وقلت لها على اسمها ايه، مش فاكره اسمها الصراحه يعني، بس قلت لها على حاجه تانية بس مش فاكراها. وهي لما تيجي تقول لك برضه تقول لك على قديم اكتر؟ اه. ساعات جديد وساعات جديد. حلو. احنا نكمل في العزف ونكمل في الباسكت. وان شاء الله نطلع مدرسين عربي كل الدنيا تبقى جميله. ماشي يا سما، احنا ممكن نشوف فيديو تاني؟ اتفضل. ممكن نطلع ونشوف فيديو تاني لسما؟ ايه الحركات دي؟ انت بتحبي تعملي، تحبي تعملي اللايكات كده وتقعدي تقلدي و... اه. طب نيني وشريهان القدام، نيني وشريهان بقى اللي هي ايمي سمير غانم و... بتعملي حاجه ليهم ولا لسه ما عملتيش حاجه كده؟ لا لسه. لسه ما عملتيش حاجه كده؟ ان شاء الله هعمل يعني. ان شاء الله تعملي. ان شاء الله تعملي وتيجي معانا مره تانية وننزل كل الفيديوهات بتاعتك. طب ايه رايك نقول للناس دلوقتي، انت برنامج لايكي صح؟ يدخلوا عليا عشان يشوفوا بقيه فيديوهاتك. اسمك ايه في البرنامج؟ سما وائل. سما وائل بالعربي؟ لا انجلش. سما وائل انجلش. سما وائل هيبقى فيديوهاتك انت بس ولا فيديوهاتك انت وكريم اخوكي؟ ساعات كريم بيعمل معايا وساعات انا بعمل لوحدي. اه يعني سما وائل في كده وفي كده. اه.
طب احنا ندخل ونشجع سما وائل ونشوف كل فيديوهاتها معانا على البرنامج لايك، صح كده؟ صح. عايزه تقولي ايه تاني يا سما؟ نفسك تعملي ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه؟ كنت عايزه ارجع للجمباز. عايز ترجع للجمباز؟ هو انت سبتيه عشان ما فيش وقت للجمباز ونطفي البيانو؟ تمام. انت سبتيه، بنقول بقى سبتي الجمباز عشان ما فيش وقت ليه، صح؟ طب ما هو برضه لسه ما فيش وقت، هنجيب وقت منين؟ هنجيب وقت منين؟ انت بتنزلي ماتشات صح؟ اه. بتروحي ماتشات صح كده؟ اه. انت في الفريق قلتي لي. اه. طب انت كده ما عندكيش وقت فعلا. والدراسه كمان، انت ممكن ترجعي لجمباز بقى بعد ما في الصيف مثلا. صح؟ طيب في حاجه تانية ممكن نعزفها؟ مش محضرة حاجه تانية. طيب تمام اوكي ماشي. ممكن نشوف الفيديو التالت بتاع سما معانا؟ ايه يا سما؟ هو احنا كل ما نشوف فيديو نقول ايه الفيديو الحلو ده؟ ايه الفيديو الحلو ده؟ وبعدين في ايه تاني؟ في حاجات كتير تاني لسه، ولا عملتي كام فيديو؟ كتير يعني 20 30. لا 20 30 لا، اكيد اكتر من كده. صح؟ اه اكيد اكتر من كده. احنا واحنا قاعدين شفنا ثلاثة. طب انت يعني ايه اللي حبيبك في الفيديوهات دي؟ اشمعنى لايك؟ ليه ما عملتيش مثلا على اليوتيوب او عملتي على حاجه تانية؟ اشمعنى لايك؟ لا عشان لايكي شفت الاعلانات عنه على الموبايل، فلقيت اللي هو حلو، فقعدت اعمل يعني جربته لقيت اللي هو حلو، قعدت بقى اعمل عليه فيديوهات. بترجعي بقى للمشهد الاصلي تتفرجي عليه وتشوفي الحركات وترجعي تقلديها تاني وكده صح؟ اه. انت بتتعبي قوي يا سما. طيب قولي لي ماما رايها ايه في موضوع الفيديوهات؟ يعني ماما بتشجعك في البيانو. اه. ماما رايها ايه في الفيديوهات؟ لا بتقول هي حلوه، يعني عجبتها الفكره. عجبتها الفكره. اشتركت معاكوا قبل كده؟ لا. ما اشتركتش ليه؟ اشتركي معاهم يا ماما، ما اشتركتش ليه؟ طيب وايه تاني؟ بس. ماشي يا سما. طيب هنعمل نقول الباسكت. كلميني عن الباسكت بقى شويه. كفايه الفيديوهات وكفايه الحزف. ايه اخبار الباسكت؟ تمام. انا سمعت ان انت بياخدوكي من الفريق بتاعك وتنزلي فرق تانية ولما يكون في ماتشات، صح كده؟ شفت انا عارفه كل حاجه. ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني انت بتلعبي بقالك قد ايه باسكت؟ يعني ما كملتش الاسبوع يعني. لا كملت الاسبوع. قولي كده يعني 3 شهور أربعة كده. بقالك 4 شهور بتلعبي بتلعبي باسكت. اه. تمام. وانضميتي للفريق. وبعد ما انضميتي للفريق بقى، ايه اللي فيكي مميز بقى خلى ان الكابتن دوت يشوفك فياخدك في ماتش هنا او ماتش هنا وانت ما تكونيش في الفريق بتاعه، صح كده؟ مش انا فاهمه كده صح؟ ان انت بتلعبي في فريق تاني ممكن ما يكونش فريقك؟ اه. صح؟ ايه المميز فيكي بقى؟ لا ان انا بلعب حلو. يعني انت بتلعبي حلو وبتعزفي حلو، بتعملي كل حاجة حلو. وايه تاني؟ يعني بعرف ادخل باسكت عشان كده الناس يعني تاخدني العب ماتشات. تمام. طب اقول لك على حاجه، نقول اصحابك بقى في المدرسه بيقولوا لك ايه على الفيديوهات مثلا؟ ما شوفوهاش. مش بتقولي لهم ان هم يتفرجوا عليكي؟ لا. طب وعلى العزف؟ العزف لسه برضه انت مخبيه على الناس كلها؟ طب وعارفين انت بتلعبي باسكت؟ اه. بيجوا يتفرجوا على الماتشات؟ بس هم عارفين انت بتلعبي باسكت. طب نقول ايه بقى للولاد مثلا اللي هم مثلا ما بيلعبوش رياضه، ما بيروحوش يعزفوا حاجه، ايه رايك؟ قولي لهم كده حاجه، قولي لهم رساله كده. اقول لهم ان هم يعني
يقوموا من السرير ويقعدوا يلعبوا يعني. ان الرياضه مهمه. الرياضه مهمه طبعا. يعني يلعبوا باسكت اهم حاجه. اهم حاجه الباسكت. لا هو كل واحد ممكن يشوف هو اللعبه اللي بيحبها ايه وينزل يلعبها. يعني ممكن ننزل نجرب كل الالعاب، ممكن ننزل مره سباحه، ممكن بره باسكت، لحد ما نشوف اللعبه اللي احنا حبيناها ودي اللي هنستقر عليها. بس لازم الرياضه دي حاجه مهمه جدا. وحلو قوي ان انت بادئه الرياضه في سن صغير، انت كمان بادئه من بدري قوي، انت كنت بتلعبي جمباز وبطلتي، يعني انت بقالك كتير بتلعبي الرياضه. بلعب سباحه برضو. كنت بتلعبي سباحه كمان؟ وسبتي السباحه ولا مكمله؟ لا سبتها. سبتيها برضو ساعه البيانو وسبتي السباحه؟ البيانو ده خد حاجات كتير قوي. صح كده. طب هنكمل في البيانو ولا هنيجي شويه ونقول زهقنا؟ هنكمل. هنكمل ان شاء الله، هنبقى حاجه كبيره في البيان. صح كده. طيب قولي لي نفسك تعملي ايه؟ يعني نفسك نقول مثلا نفسك اصحابك مثلا يعملوا معاكي فيديوهات مثلا، عرضتي يعني ممكن نعرض حاجه زي كده ان انت تقولي لاصحابك مثلا تعالوا نعمل فيديوهات مع بعض وننزلها توعيه، نقول احنا الرياضه مهمه، نقول ان احنا نتعلم اله، نتعلم سباحه، نتعلم، ممكن نعمل حاجه زي كده. أكيد. يعني مثلا تكلمي حد من اصحابك وتقولي له تعالى نعمل فيديوهات. صح. وتقولي بقى توعيه فيهم، وتقولي تقولي رساله لماما، تقولي رساله لبابا. ماشي يا سما. اوكي هنعمل ايه تاني؟ احنا مش حاسبين حاجه تاني صح كده. طب يا سما انا بشكرك قوي، وانا مش عارفه اقول لك انا فرحانه بيك ازاي. انت عندك 9 سنين وما شاء الله عليكي، عملنا لعبنا سباحه، لعبنا جمباز، كنا بنعمل استعراض في المسرح، بنلعب بيانو دلوقتي وفريق الباسكت. حلو قوي. ان شاء الله نرجع جمباز تاني ان شاء الله. ان شاء الله ونرجع سباحه تاني. ما الصيف بقى لما يجي هنرجع للسباحه تاني. مش لازم فريق، ممكن ننزل حره كده في السباحه. المهم ما نسيبش الرياضه. صح كده. ميرسي ليك يا سما وشرفتيني. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. انا مفتقده ندى طبعا جدا، وحشتيني يا ندى. ان شاء الله استناك الاسبوع اللي جاي تكوني معايا، وان شاء الله كل اسبوع معايا. هستناكم في الحلقه الجايه. الى اللقاء.